اهلا وسهلا بكم طلاب الصف الاول اعدادي. النهارده ان شاء الله هناخد الدرس الثاني، الحياه الدينيه في الوحده الخامسه. اول حاجه لازم نعرف يا شباب ما المقصود بالحياه الدينيه. الحياه الدينيه هي مجموعه المعتقدات والشعائر والطقوس التي كان يؤديها المصري القديم داخل او خارج المعابد. يبقى عرفنا مفهوم الحياه الدينيه، يبقى هي المعتقدات والشعائر والطقوس التي كان يؤديها المصري داخل او خارج المعابد. الشعب المصري يا اولاد بيتميز بانه شعب يميل للتدين، لذلك هنجد الحياة الدينية عند المصريين القدماء يا ولاد بتتميز بمجموعة من الخصائص. أول حاجة من خصائص الديانة المصرية القديمة، من خصائص الحياة الدينية يا ولاد، أول حاجة الاعتقاد بتعدد الآلهة. يعني المصريين كان عندهم اعتقاد بتعدد الالهه، في تعدد في الالهه. طب ايه السبب في كده؟ ليه كان في تعدد في الالهه عند المصريين القدماء يا اولاد؟ لان مصر قبل توحيدها، قبل ما يتم توحيد مصر على يد الملك مينا نعرمر، كانت مصر يا اولاد قلنا ايه؟ كانت مصر مقسمه ل 42 اقليم، وكان لكل اقليم اله خاص به، والاله دوت الناس كانوا بيقدموا له القرابين وتصنع له التماثيل وتقام له المعابد ويلتفون حوله في الاعياد. وعندما كان يعظم شان اي مدينه، اي مدينه كان بيعظم شانها او اي اقليم، اله المدينه ديت او اله الاقليم ده كان بتنتشر عبادته في انحاء البلاد يا ولاد. مثل انتشرت عبادة الله رع في الدولة القديمة، انتشرت عبادة الاله اوزوريس في الدولة الوسطى، انتشرت عبادة الاله امون في الدولة الحديثة. الجزئية دي مهمة جدا يا ولاد. يبقى الاله رع انتشرت عبادته في الدولة القديمة، الاله اوزوريس الدولة الوسطى، الإله أمون الدولة الحديثة. يبقى عرفنا ليه كان في تعدد، ليه تعددت الآلهة عند المصريين القدماء؟ لأن مصر قبل الوحدة على يد مينا كانت مقسمة ل 42 إقليم، ولكل إقليم إله خاص به، بتقدم له القرابين وتصنع له التماثيل وتقام له المعابد ويلتفون حوله في الأعياد. طيب إيه كمان من خصائص الحياة الدينية عند المصريين القدماء يا اولاد؟ الاعتقاد في البعث والخلود، الاعتقاد في البعث والخلود. طيب ما المقصود بالبعث يا اولاد؟ اللي هو العوده للحياه بعد الموت، الانسان بعد ما يموت يعود للحياه مره ثانيه. والخلود هو يعيش حياه ابديه، يعني عدم الموت، مش هيموت تاني. يعني كان المصري القديم بيعتقد ان في هناك حياة أخرى هينعم بها الشخص المتوفى، وإنه سيعاد بعثه مرة تانية بعد موته عشان يحيا حياة الخلود، عدم الموت يعني. طب دوت جعل المصريين يهتموا بيه يا ولاد. ما نتائج مترتبة على الاعتقاد في البعث والخلود؟ إن هم يقوموا بإيه؟ تحنيط جثث الموتى، ووضعوها في قبور حصينة، مقابر حصينة يا ولاد، الأهرامات التي شاهدوها فين؟ في قلب الصحراء حيث يسود يا ولاد الجفاف، عشان تقعد فترة يا ولاد كبيرة. وضعه كمان مع المتوفي الطعام والشراب والأدوات عشان يستعين بها الميت بعد البعث في الحياة الأخرى.
هو كان بيعتقد ان المتوفي يحتاج هذه الحاجات لما يعود للحياة مرة تانية. تالت حاجة بيعتقدوا الشباب في الثواب والعقاب. ايه الثواب والعقاب؟ يبقى من خصائص الحياة الدينية الاعتقاد في الثواب والعقاب. بيعتقدوا ان المصر اعتقد المصر القديم ان الروح هتتعرض للحساب. بيعتقدوا ان الشخص الميت هيقف امام محكمة مكونة من 42 قاضية بيمثلون اقاليم مصر. انا مصر كانت مقسمة 42 اقليم. وبيتولى رئاسة هذه المحكمة اولاد الاله اوزوريس اله الموت. ويقوم الميت بسرد اعماله الحسنة، بيقول اعماله كويسة وبيتبرأ من اعماله السيئة. معايا يا شباب؟ كل دي اولاد اعتقادات، ما كانتش بيحصل الكلام ده. دي كلها دي يعني اعتقاداتهم عن ايه؟ عن الحساب، هتحاسبه ازاي. طب المحكمة اللي بيتولى رئاستها الاله اوزوريس اله الموتى وبتتكون من 42 قاضيا، تعرف منين ان الشخص ده صادق او كاذب؟ اولاد بريء، شخص طيب معايا او شرير، من خلال في المحكمة ميزان اسمه ميزان العدالة. عارفين الميزان ليه كفتين، بيتم وضع قلب الميت في كفة، وفي الكفة الاخرى بيتم وضع ريشة. يا اولاد تخيلات، ما كانش بيحصل الكلام ده. بتمثل الهة الحق والصدق والعدالة عند المصريين ماعت. فان خفت موازينه الشخص المتوفي موازينه خفت، ده دليل ان الشخص اللي واقف امام المحكمة ده شخص بريء وطيب ومصيره الجنة. اما اذا ثقلت موازينه ده بيدل ان الشخص دوت شرير ومصيره ايه؟ الجحيم يا اولاد. وكان بيوجد حيوان مفترس في ساحة المحكمة بيمزق ايه؟ اجسادهم. كل دي اولاد تخيلات، مش بيعتقدوا كده، بيعتقدوا ان الحساب هيبقى كده. رابع حاجة من خصائص الحياة الدينية السمو الى التوحيد. يعني ايه التوحيد؟ يعني عبارة اله واحد بدل من تعدد الالهة. الملوك الفراعنة يا شباب رحبوا منذ فجر التاريخ بتعدد الالهة، يبقى في الهة كتير. طب ليه؟ اكيد في سبب، حتى لا تترك السلطة الدينية في يد كهنة اله واحد. مش عاوزين السلطة الدينية تبقى في ايد كهنة اله واحد. عارفين كهنة هم رجال الدين. مش عاوزين السلطة الدينية تبقى في يد كهنة اله ايه؟ واحد. حتى معايا لا ينافسوهم يا اولاد في الثراء والسلطان. يبقى حتى لا تترك السلطه الدينيه في يد كهنه اله واحد يمكن ان ينافسوهم في الثراء والسلطان. ولذلك كان لكل اقليم ومدينه وقبيله اله خاص. حتى هتظهر فكره الوحدانيه في الدوله الحديثه على يد الملك ابن خطب الرابع. هو اللي هيدعو الأولاد إلى التوحيد، عبارة إله واحد بدل من تعدد الآلهة، وهيغير اسمه إلى إخناتون، وهيدعو لعبادة الإله أتون. الإله أتون يا أولاد اللي هو إيه؟ قرص الشمس. الذي يرسل أشعته إلى الأرض فيحمل إليها النور والحياة. واللي غير من الخطب الرابع اسمه إلى إخناتون، يعني كلمة إخناتون يا ولاد يعني المخلص لإله إيه؟ أتون. وهيبني عاصمة جديدة اسمها أخيتاتون، وهينشئ فيها المعابد المفتوحة للسماء لعبادة إله مين؟ أتون. يبقى آخر حاجة يا شباب مراجعة بسرعة. يبقى إحنا عرفنا ما المقصود بالحياة الدينية. يبقى ما المقصود بالحياة الدينية هي مجموعة إيه؟ المعتقدات والشعائر والطقوس التي كان يؤديها المصري القديم داخل او خارج المعابد. طب ايه خصائص الديانه المصريه القديمه او الحياه الدينيه المصريه؟ تعدد الالهه، الاعتقاد في البعث والخلود، الاعتقاد في الثواب والعقاب، السمو الى التوحيد. تمام كده يا شباب؟
وبكده نكون قد انتهينا من درس اليوم مع أطيب أمنية القلبية بالنجاح والتفوق، وإلى اللقاء.